أما شح الطبيعة وبالنظر لغنى مخزونها التراثي المادي واللامادي، يمكن المراهنة على السياحة الثقافية والروحية كقطاع محرك للتنمية في مدينة أبي الجعد. ولكن هذا يتطلب عدة شروط، شروط ممكن نلخصها في إعداد مشروع متكامل يتضمن تقريبا الحاجيات الأساسية للتركيز على قطاع السياحة فيما يخص البنيات التحتية المادية والبشرية والمعنوية والسياسية والإدارية إلى غير ذلك. كذلك يمكن الرهان على قطاع تربية الماشية من خلال محيط المدينة، لأن المدينة يوميا تتفاعل مع محيطها حيث السكن أو الدراسة أو قضاء بعض الحاجيات، وتقريبا ثلثين ديال المدينة هم من سكان البادية ويستمرون في العالم القروي ويستمرون أساسا في تربية الماشية، خصوصا تربية الماشية الصفراء. أيضا يمكن الرهان على قطاعات موازية لقطاع السياحة وهو قطاع الصناعة التقليدية، قطاع الصناعة التقليدية عن طريق أيضا فتح باب التأهيل والتكوين، ثم الرهان أيضا على تسويق، والتسويق ماشي في داخل المغرب أيضا في خارج المغرب، ثم التركيز أيضا على السياحة السينمائية من أجل التعريف بهذا المنتوج الثقافي والمنتوج الروحي، أيضا الاستثمار في منتوج الزاوية الفكري من خلال تحقيق تراثها المكتوب والغير المكتوب، ثم تأهيل كذلك بنياتها التحتية المعمارية المهددة في بعض جوانبها. أعتقد أن الموضوع هو موضوع واسع ويحتاج إلى تدخلات الجميع وتعبئة الجميع والنيات الحسنة.